صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم بنبدا مع رندا فهد وايت سمارت، واليوم موضوع اكل مصبوط. اكيد اليوم عندنا رز، عملت لنا رز بالقرنبيط، هلا بدها تفسر لنا كيف مع القريدي. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني، واكيد خبريتك والمسابقه. المسابقة اليوم مكملة معنا اللي هي أي في ألياف أكثر، هل هو حليب الصويا أو حليب اللوز؟ مشاهدين طبعاً لهم فترة عم يجاوبوا على هذا السؤال على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف أو ار دي اف رندا دنيا فهد أو أكيد بيري لايت هيلث سنتر. ولافوت دغري بخبريتي اليوم ستيفاني، خبريتي عم برجع لخبرية قديمة اللي هي عن الترويقة، ولكن دراسات عن أهمية الترويقة ما عم تتوقف، وتبين بدراسة حديثة إنه الأشخاص اللي هن بيتروقوا هن أقل عرضة طبعاً ليصير عندهم مشكلة البدانة، وأقل عرضة من غيرهم لأنه يكون عندهم زيادة بالخصر، وإذا بدنا نقارنهم بيكونوا بنسبة ثلث أقل معرضين لأنه يصير عندهم هالمشكل. هالشي ما بيعني أنه كل الأشخاص اللي تروقوا هن أشخاص ضعاف، ولكن نحن عم نقارن بجروب معين بين اللي كانوا تروقوا أما ما تروقوا، وطلع عنا بالإحصاء أنه اللي تروقوا نسبة أكبر منهم هن كانوا ما كانوا عم يصير معهم السمنة المفرطة. فإذا أكيد في منهم رح يكونوا نصحوا، في منهم رح يكونوا عبوا على الخصر، ولكن نسبة اللي هن ما نصحوا هي أكتر من نسبة الأشخاص اللي هن ما تروقوا. هلا هالشي بيعود لعدة أسباب، منها تبين إنه اللي بيتروق جسمه تلقائيا بيصير ينظم الكلوك، الساعة اللي بدهم ياكلوا فيها، فبيصير أكله منظم. اللي تروقوا تبين إنه هن أشخاص أكثر بينتبهوا على نوعية أكلهم، واللي تروقوا هن أشخاص بالإحصاء بين إنه بيشربوا أقل كمية من الكحول. فإذا هيدا كله ساعد كمان كرمال الجسم ما يكون عم يعبي من الوزن. هلا طبعا دائما التنبيه انه بدنا ننتبه على كميه الاكل اللي بناكلها، وكمان تنبيه انه ترويقتنا ما تكون ترويقه مؤلفه من المعجنات والسكاكر. هلا ليش اليوم حبيت احكي عن هالخبريه؟ لانه انا كمان حكي عن موضوع اللي هو الصيام الانترميتنت فاستنج، اللي هو كمان في دراسات كثير جديده وبتقول انه نحن كمان اذا صمنا لمده 16 ساعه او 18 ساعه هيدا صحي، واللي بدي اقوله انه اثنيناتهم هن فيهم يكونوا صحيه. مهم الانسان كيف هو عم يتجاوب، هو كيف عم يستلم كيف عم يستلم هالمعلومات. انا بكل الاحوال بدي اكل كميه محدده لإلي وبدي اكل صحي. اذا انا هالشيء هالترويقه ساعدتني اعمل هالشيء، لكن الترويقه بتكون كثير مفيده لإلي. اذا انا الصيام ساعدني اعمل هالشيء، الصيام بيكون مفيد لإلي. فاذا بالنتيجه ناكل الكميه المضبوطه وناكل النوعيه المضبوطه. في ايام ما منضاين، يعني حتى لو عم نجرب، في ايام جسمنا بيكون تعبان، ما فينا نعمل هذا الشيء، ما فينا نصوم، وبده ياكل، نتروق شيء خفيف ونرجع ثاني نهار بنصوم ثاني نهار 100%. تنرجع لموضوع لطبختنا اليوم. طبختنا هي الاوريجينال فيها انه الرز. نحن عم نحكي كثير على ننتبه من الرز الابيض، ننتبه من كثره النشويات، فالعالم كمان وقت تعد نشويات بتلاقي انه دغري وصلت للكميه اللي هي بحاجه لها واكثر من النشويات. طب كيف فينا نعمل نحن طبخات بتويست معين؟ وهون انا اللي عملته هو رز القرنبيط. اللي بدي اقوله انه اول صحن رح تشوفوه قدامي هو رز القرنبيط، فاذا هيدا اللي شايفينه هو رز، ولكن هو معمول من القرنبيط. هلا وكيف بينعمل ستيفاني هالشيء؟ كثير هين، نحن بنجيب راس القرنبيط وبنكون عم نقطعه، لكن هيدا هو اللي عم مد ايدي عليه، هيدا رز القرنبيط، هو منه رز ابدا، هو قرنبيط شكله شكل الرز. فنحن جبنا راس القرنبيط وكنا قطعناه انتو فلاورز، وبعدين هول اللي بنقول لهم فلورات الصغار حطيناه هون بقلب البلندر، وصارت البلندر تبرم، فاذا فقشتهم كل حبه لحالها وصاروا رز. هل قد هينه الخبريه؟ مش اكثر من هيك.
هلا هيدا الرز اللي بدي اقوله انه نحن ما فينا نط. انا اليوم تركته ني، اليوم بدي اخبركم اذا تركناه ني شو بيصير، ان شاء الله الحلقه تقدم معنا. ولكن اذا طبخناه نحن كثير هين بنجيب ملعقه زيت بنكون عم نحط على النار، اذا بدنا نقصقص خضره معه بنحط معه الخضره وبنطبخه فيها، بتاخذ القصه 5 إلى 7 دقائق. فهيدا انطبخ معنا اليوم، عملته بشكل سلد انا. فاذا جايبه هون تقريبا عامله الكميه اللي انا بدي احكي الاناليسز عنها، هي 3 أكواب من هيدا القرنبيط. بعدين اللي عملته جايبه قريدس، فاذا حاطه 100 جرام من القريدس، والقريدس سلقتهم مثل ما شايفين هون، حطيت لهم بابريكا وحطيت لهم كمان عودين القرفه وحطيت لهم الغار، ورق الغار، وحطيت لهم شويه حر حتى غلوا واستووا حطيناهم. نفس الوقت كمان بهالاكله اللي رح نشوفها بالاخير انا جايبه حمص. هلا الحمص نحن بتعرفوا دائما خبريتي انه انا بسلق الحمص وبخليه دائما بالفريزر، فاذا نزلنا كوب من الحمص هون، واللي عملته حطيت له البهارات على ذوقي، فكل شخص بيحط البهارات اللي هو بحبهم على ذوقه، في ناس بحبوا الكمون معها، في ناس ما زلنا عم نحكي عن القرفه بالعكس بيعملوها على طعمه حلو بحطوا القرفه، وطبعا شويه ملح، وحطيتهم بالفرن، حطيتهم بالفرن لمدة 20 دقيقة، فهون تحمصوا صارت حبة الحمص بتقرقش وقتها تاكليها. فهالطريقة حضرت الحمص، وقصة هون وحدة أفوكادو صغيرة، مقصقصة تفاحة صغيرة، ومقصقصة كمان نص كوب عملته من النعنع والبقدونس. فإذا هلا شو عملنا هون؟ صار عندنا رح نسميها الأكلة، أما نوع من السلد اللي نحن رح نشوفه بالآخر أنا ما شلته محضرته بهاي لأنه ترتيبه كان خليته مثل ما هو. فمن تحت بنحط الرز اللي هو معمول من القرنبيط، وعم نشوف القريدس مصفوفين فوقه، الأفوكادو على جنب، عم نشوف الحمص، وعم نشوف التفاح. ما بعرف إذا بمسكها شوي هيك مع البقدونس والنعنع. هلا على الاكيد دائما دائما بهيك اكلات نحن بكون فينا نجيب البصل، وفينا نجيب البصل الاخضر، نكون عم نقطع 2 من البصل الاخضر اللي بدنا اياه. صح الاساس اللي بنحبه. هلا عملت لها دريسنج اذا بدنا نعملها كسلد هون. الدريسنج مثل ما شايفين حاطه فيها ماسترد، حاطه 3 ملاعق ماسترد حبوب كبار، حاطه فيها ملعقه كبيره من الزيت، حاطه فيها نص حامضه، وحتى اكون شوي عم خفف الحامض حتى ملعقه صغيره من العسل، ومخففته كمان بنص كوب من المي. يعني هو من قد ما بتطلع الحامضه من قد ما بحط لها مي، وطبعا بدها تكون عم تنخلط مزبوط لا تطلع بهيدي السمكه هون. فهيدي الصوص اللي بتطلع لها. هلا بهون الاناليسز عم نحكي ستيفاني هون صار عندي شو وقعه كامله مزبوط اما لا. صح. يعني صار عندي البروتينات، صار عندي الوقعه اللي فيها الدهنيات المضبوطه، صار عندي حتى الفواكه فايت بقلبها. فالبورشن اللي انا حكيت عنها هي بتعمل صحنين، الصحن اللي نحن عم نشوفه تقريبا في 438 وحده حراريه كمان. ولكن الكثير كثير حلو، بنحس انه عم ناكل شيء 150 كالوري لانه كله هيلثي، ولكن بس نحسه بدهم يطلعوا مزبوطين. بس هيدي هي وقعه كامله لنا. واللي بدي اقوله كمان هون انه هيدي الوقعه الحلو فيها انه فيها 17 جرام بهيدا الصحن من الالياف. فاذا هون القرنبيط كمان مع باقي الاشياء طبعا بس طلع لي بالالياف وطلعه وعملها كثير غنيه بالالياف. هلا مثل ما قلت اذا عندنا وقت رح احكي عن شوي، هلا بيقولوا لنا رح احكي شوي عن اهميه القرنبيط. فنحن هون عم نحكي على القرنبيط ليش هو عم يستعمل، بنلاقيه فيرساتايل. يعني انا من فتره من كم شهر عملت البيتزا المعموله من القرنبيط، فهون كان بدل ما يكون عندي العجينه كمان استعملنا القرنبيط بدله. هالشيء كله عم نخفف النشويات فيه، هالشيء كله كمان الاشخاص اللي هن ما بدهم ياكلوا رز فيهم يستعملوه، الاشخاص اللي ما بدهم ياكلوا عجين اما جلوتين كمان في يستعملوها. القرنبيطة بتاخد الطعمات اللي انت بتحطي ليهن، يعني فيك تقريبا ما لها طعمه قويه، ففيك تجيبيها تحطي لبن فوقها وتكوني حاطه انت الطعم اللي اللبن مع الثوم والنعنع والخيار، شو بيصير؟ بيصير عندك مثل كانه اكله باردون كميه لبن كثير كبيره، ولكن انت عم تاكليها مع الخضره الزياده. هلا كل شيء عم بتقوليه بيطبق على البروكولي؟
البروكولي في شغلتين مختلفين. اولا بتحسي هلا كمواد غذائيه رح تطبقوا مثل بعض، ولكن اذا بننتبه البروكولي لانه لونه اخضر فيها شوي تنقزي ايه، بس لاحكي على اللي حكيناه هلا، فيها تنقزك اذا عم تحطيها مع اللبن مثلا وانت بدك يكون ابيض، بينما هون اللون الابيض فيكون عم بيريح من ميله شيك. ايه فيها يمكن تنقز اذا نحن عملناها كعجينه، بينما هون اللون الابيض لانه هو قريب من الالوان اللي نحن معودين عليهم اذا كنا عم نحكي بالعجين اما عم نحكي عن الرز. فاذا هيدي فيرساتايل وفيها تفوت مع كل الاكلات. انا حتى بالطبخ بحطها، يعني رح اعطي مثلا لانه حكينا على اللبن، اذا عندنا كبه بلبن عندنا لبن امه، فينا نعمل هالطريقه لنكون عم نحط القرنبيط بنكون عم نخفف من الرز اذا نحن حابين نخفف من الرزات. هلا رح خبر خبريه مهضومه، بس انا قبل ما تطلع صير نعرف انه القرنبيط فينا نعمل منه رز القرنبيط بكل سهوله. انا كنت وقتها نعمل اكله اللبن امه مع رز كنت اسلق قرنبيطه وحط بصحون الاولاد شقفه من القرنبيط قبل ما اسكب لهم الرز واللبن. يعني تلقائيا كنت حس انه عم عبي لهم صحنهم كمان بخضره بدون ما هن يشوفوا انه يي بدنا ناكل مع هيدي خضره ما بيلبق لها، فهو اللي بقلها بلا ما هن يحسوا وهيك كانوا كمان يأكلوا. كانوا ياكلوا معودين على الصحة. بس مش كل الاولاد بيحبوا القرنبيط. فاللي بدي اقوله انه الاكل هو عادي مثل ما بنعودهم للاولاد، وبالفعل القرنبيط بتاخذ الطعم اللي بتحطي اياها. هلا لارجع احكي عن حسناتها، حسنات القرنبيط، طبعا القرنبيط في كثير من موانع التاكسد، والقرنبيط في فيتامين سي من الاشياء اللي هي موجوده فيها، ومشان هيك هوني هول الموانع التأكسد والفيتامين سي كل ما نحن سلقنا القرنبيط وكبينا الماء كل ما هن رح يخفوا، حتى الموانع التأكسد اللي فيها عم يخفوا. مشان هيك سألتيني ني أما مش ني، وقت عم ناكلها ني نحن عم ناخد فوايد أكتر لصحتنا هوني. وإذا حس عملناها هالقد صغيرة فإذا على الأكيد نحن فينا نكون عم ناكلها ني ما بتعود تضايقنا. من ناحية تانية نحن اللي فينا نعمله فينا نكون عم نغلي المي، إذا حبينا نكون تكون مستوية عم نغلي المي، وبعد ما غلينا المي نحن نحطها فوقها تقريبا شي 5 دقايق بين 3 و5 دقايق، وهالشي بحافظ لها على هي اللي المواد اللي فيها أكتر من البخار أكتر من لو سلقناها على البخار. فإذا هيدي كمان طريقة نحن فينا نستعملها. هلا هون كمان لأرجع على حسنات القرنبيط، طبعا القرنبيط كمان في الفوليك أسيد اللي نحن بننصح كثير أشخاص مثل المرأة الحامل مثل الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب يتناولوا القرنبيط لأنه في فوليك أسيد. كمان القرنبيط بيحتوي على المنغنيز اللي هي شغلة كتير مهمة لتساعد ميتابوليزم الجسم، فإذا بتساعد كيف الأكسجين بده يمشي بالجسم وتساعد الميتابوليزم، وهالشي كمان فيكون عم يساعدنا مش بس نكون عم نشبع مش بس نكون عم نضعف، بس بيكون كمان حتى الجسم يشتغل بطريقة مصبوطة أحسن. هلأ المواد الموانع التأكسد اللي نحن عم نحكي عنها اللي اسمهم جلوكوسينوليتس هن كتير كتير مهمين، لأنه هن مهمين كرمال كتير بنعرف أبحاث كرمال أمراض السرطانية، وخصوصا وقت عم نحكي عن سرطان الثدي هون. وهولي كمان المواد بيّنوا قديش هن مهمين كمواد مهمة للإميونيتي جهاز المناعة، كمواد مهمة للإنفلاميشن الالتهاب، قديش مهمين كمان هن للقلب وقديش مهمين لجهاز الهضمي. هلأ بيطلع عنا شغلة واحدة، الأشخاص اللي بحسوا إنه هن مش عم يهضموا القرنبيط، أكيد في عنا أشخاص هيك شيء فيكون عم بيضايقون، بدون ينتبهوا. أول شيء بدنا ننتبه للكمية، كنا عم نستعمل كمية صغيرة، لطريقة الطبخ فينا نكون عم نعملها نقسمها حبيبات صغيرة ونكون بهالمرحلة شوي عم نسلقها، ساعتها هون السلق ساعتكم مش العكس يعني بيكون. فإذا الأشخاص اللي عم يتضايقوا إذا للنفخة السلق هون صار بأدفانتج لهم، وكمان ما بدنا ننسى وقتا نحن نحط كمون عليها هالشي كمان فيكون عم يساعدنا. هلا في ناس ستيفاني بيقولوا لي ولا ممكن ناكلها كتير كتير بتنفخنا، مش مشكل ناكل شي تاني في مواد صحية هيك. ومن هون سألتيني عن البروكولي، كمان تعرفي ستيفاني وقت عم نحكي بروكولي بحس أخف غازات
ما هيك؟ لأنه نحن بنحسه قطرة وقتا نحن عم ناكله، بس هي الكمية المواد اللي بتعمل الغازات هي موجودة بالاثنين. واللي بدي أقوله أنه وقت عم نحكي على القرنبيط نحكي على البروكولي، بتعرفي من شو كمان الفئة اللي هي بتشبه لقلون؟ فئة الكيل. فإذا الكيل اللي بنشوفه أخضر هو من هالمواد، والملفوف طبعا اللي هن هولي قديش بنعرف أنه هن قديش مهمين للجسم، ولكن هول كلهم فيهم يؤدوا لنفخة إذا الإنسان عنده مشاكل بالنفخة. وبدي أحكي شوي كرمال الغدة، دايما بنقول اللي عنده غدة منا عم تشتغل منيح بده ينتبه من هول المواد اللي ما عندها هايبوثايرويديزم، الهايبو اللي مش عم تشتغل، بده ينتبه من هالمواد. ولكن وقت اقول هيك ما بدي خوف العالم، نحن وقت ناكل كميه مضبوطه من حيلا نوع من الاكل اذا ما كترنا ما بدي خاف. المهم انا ما كون عم حط الملفوفه كلها عم باكلها راس القرنبيط. في ناس لانه بيلقمشوا بدهم يلقمشوا وما بيلقمشوا شوكولا وهيك قصص وعم ينتبهوا على صحتهم، بيلقمشوا خضره ومنهم اكثر شيء الملفوف. مضبوط، ما لازم يكتروا اذا عندهم بروبلم تيرويد 100%. ساعتها بدهم ينتبهوا للكميه اللي هن عم ياخذوها. وبنرجع لكل شيء بحياتنا الكميه هي مهمه، يعني بعدنا عم نحكي على هيدا الصحن فوائد القرنبيط. والصحن اللي عم نحكي اللي اليوم حضرناه بالارجاعيد اللي هو معمول من القرنبيط ومعمول من القريدس، معمول من افوكادو، معمول من الحمص، في كل والتفاحه، في كل المواد اللي هي معقوله تغذي. ولكن هيدا صحن كمان بيحتوي على تقريبا 430 وحده حراريه. ثانك يو فيري ماتش رندا، هاف ا نايس ويكند، نشوفكم الاثنين الله راد. مشاهدينا وقفه ومنتابع اللايف.